الإدارة الذاتية للانتقالي تصدر عدة قرارات وتكليفات اقتصادية، فنشاهد التفاصيل. عقد رئيس لجنة الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك أمس الثلاثاء اجتماعا مشتركا للجنة الإدارة الذاتية والفريق الاقتصادي للمجلس، وناقش الاجتماع قضايا وملفات مدرجة على جدول أعماله، أبرزها توصيات الفريق الاقتصادي المقدمة للجنة والملف الخدمي وآلية العمل للمراقبة والإشراف لمتابعة تطبيق الإدارة الذاتية. كما ناقش الإجراءات والتدابير العاجلة الخاصة بالسياسة المالية والاقتصادية وآليات جمع الموارد والإيرادات وعملية الإنفاق للإيفاء بالتزامات الخدمات ومطلبات المجتمع في ظل واقع الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي. وأقر الاجتماع فتح الباب أمام إمكانية توسيع أعضاء الفريق الاقتصادي والاستعانة بالكوادر والكفاءات الاقتصادية والمحاسبية لتسهيل عمل الفريق والاستفادة من الخبرات والتخصصات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وأصدر الاجتماع بعد مناقشة الأمور الاقتصادية جملة من القرارات والتكليفات الموجهة للجهات المعنية ذات الاختصاص. وبشأن ملف الكهرباء، شرح رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن الدكتور عبد الناصر الوالي من خلال تقرير الجهود التي بذلت لإعادة المنظومة الكهربائية بطاقتها التوليدية الكاملة بعد دخول محطة الحسوة والمحطات المستأجرة حيز الخدمة، وقدم صورة متكاملة عن كمية المخزون الخاص بالمحطات وسبل تأمين مخزون كاف لتغطية حاجة المحطات الكهربائية خلال الفترة المقبلة. أما بخصوص ملف المياه، فقدم الوالي شرحا موجزا عن وضع المياه في الوقت الراهن والجهود التي تبذل مع المؤسسة لضمان استقرار المياه ووصولها للمستفيدين في مديرية العاصمة عدن كافة، حيث تطرق الاجتماع إلى مشروع الخطة والآلية الخاصة بعملية الرقابة والإشراف والمتابعة للمؤسسات والمرافق الحكومية والتي ستستند لفرق متخصصة من الكفاءات والشخصيات الإدارية والنقابية المشهودة لها بنزاهة لمتابعة وضمان تطبيق الإدارة الذاتية في العاصمة عدن ومديرياتها وباقي محافظات الجنوب، حيث قرر الاجتماع إحالة المشروع للجنة القانونية لمراجعته وصياغته وإعادته للإقرار والتنفيذ. وشدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود وتحلل الجميع بالمسؤولية وفي مقدمتهم كوادر وكفاءات المجلس الانتقالي والجنوب بشكل عام للقيام بواجباتهم لتلبية تطلعات المواطن الذي يعلق آمله على الإدارة الذاتية لتؤمن له حياة أفضل وعيشة كريمة على الرغم من التركة الثقيلة من الفساد الإداري والمالي والعبث الممنهج بمقدرات البلاد ومواردها.